بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في البداية أيضا هو اعتزاز وشرف لي أن ألتقي بأحبتي بأبنائي بأعزتي، ولذلك هو من دواعي الأنس والسرور بأن ألتقي في مثل هذه المحافل بمثلكم. سائلنا المولى عز وجل أن أكون وإياكم في محل مرضاة الله عز وجل لحظة بلحظة، وأن نكون وبإذنه تعالى أن نحظى بأحلى ما ينبغي أن نحظى به، حسن العاقبة. إلهي آمين يا رب العالمين. طبعا هذا الموضوع من أحلى وأجمل المواضيع التي يحتاجها الشاب ليزداد نقاء وطهارة عندما يحتذي بحذو موسى سلام الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. العنوان والنظر في معانيه لا يحتاج إلى أن يكون الناظر مدقق ليستلهم منها الدروس والعبر، ويمكن نحن في طيات هذه الدقائق أن نقتبس وفي الوقت المتاح بعض القبسات وبعض الدروس وبعض العبر التي يمكن أن نحظى إن شاء الله بها. سائلين المولى عز وجل أن نكون نماذجاً سائرة على دربه عليه السلام. موسى فتى يافع، شاب في مقتبل العمر، وفيه كما في كل البشر الغرائز التي إن كان حاكماً عليها أخذ بها وأخذته لله عز وجل، وإن كان أي إنسان هذه الغرائز هي تقوده، مو هو اللي يقودها، هي تقوده، أخذته إلى الحضيض والجحيم. واجه التحديات الفرعونية، شرس قاتل، ما كان يرحم، وكان يبقر بطون النساء باحثا عن موسى. أيوه موسى، يعني شقد هذا واصل لله عز وجل، شقد هذا كان من أهل الله،
وكان لدى فرعون قبل أن يأتي وقبل أن يولد موسى عند خبر على أن هناك شخصية ستأتي يا فرعون وستسلب منك الراحة والنوم، بجيك شخصية. فما كان يهدأ، ما كان يهدأ، بل شوية ويختبر غفوة وياخذ له ويختبر. أين موسى؟ ما كان منه إلا أن يقتل كل طفل حتى لا يأتي موسى، ويبقر بطون النساء حتى لا يأتي موسى. فجاء موسى بإرادة إلهية رغم أنف فرعون، بل وهذه من العجائب أن هذه القوة الربانية الإلهية كانت في وين؟ في عمق دار موسى. هي كلها إيش؟ كلها ترتيبات الله. وليس موسى، واحد يقول شنه، واحد يقول نبي، فأعطانا الله نموذجا آخر في زمن النبي موسى، نموذجا كان في عمق بل من أسرة فرعون، لكنه كان رجلا تقيا مؤمنا في عمق دار موسى. لا تتحجج تقول نبي يهلك نبي واحنا، لا لا لا، اعطانا نموذجا اخر، وحري بنا ان أن نبحث عن هي الشخصية الثانية وكيف واجهت التحديات. وهي الشخصية الثانية، وجاء رجل من أقصى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى، أي رجل، وإيش ممكن في شخصية مو حبيبي أنت ساعات ما أدري إيش يا عبد الله، ساعات تقول أوه هذا نبي وأنا شلون، لا. وما كان لنبي ولا وصي ولا تقي إلا إيش؟ جاءوا رسل حتى يلقنونا نحن الدروس اللي يمكن أن نجسدها في الأرض للوصول إلى الله. ليش؟ لأنه هو الله رسم السياسة. إيش؟ إن الله لا يكلف، إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. زين الله، زين التكاليف جاية من 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 أي اتجاه؟ عبر من؟ عبر الأنبياء. إلى منه؟ إلينا إحنا. بأي مستوى؟ مستوى قدرتنا، مستوى أزيد من قدرتنا. لا 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 لا، شيل عنك هالكلام أن ذاك نبي وأنا غير نبي. فأعطانا الله نماذج، تلو النماذج، مهم أنبياء، لكن استطاعوا أن يشقون الحياة وواجهوا الصعوبات. مثل 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 وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. من هذا الرجل؟ قال البعض أن الرجل، نسمع يقولون مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون، يعني رجل مؤمن متقي من أسرة، وبعض الأحيان يشوف واحد في أسرة فاسدة 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 فاسدة، لكن يطلع لك جوهرة جوهرة. والله نعرف شباب
أخت أخوات لا حجاب ولا ولا أم لا حجاب ولا أعرف 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 أبوه لا يعرف لا دين ولا صلاة ولا والولد متقي. وهذا تحدي صارخ جدا لهذا الولد أن يظهر من في أسرة من حلة، لكن يظهر هذا الحلاوة. مؤمن آل فرعون كان من أسرة فرعون، يقعد في المجلس ويسمع ويشوف، وكان يحترق، وقد سمع أنهم يتآمرون على موسى، سمع يتآمرون. وما كان فرعون يشك قيد أمله في هذا الرجل، وين راح يركض؟ لازم أوصل إلى موسى. وصل إلى موسى لأنه كما يصف الواصفون المفسرون أنه كان يرى موسى أملا كبيرا ورجلا صالحا، فهيأ نفسه لأن يكون له عينا وسندا ظهيرا. قال أنا أخدمك، أنا بروحي أخدمك، بمهجتي أخدمك. شوفوا يا حبايب، هاي النماذج كانت. لا السحرة كانوا إيش؟ السحرة كانوا أتباع فرعون، تالي يؤمنون بموسى إلى حد أن يقطعوا، أن تقطع أيديهم وأن تقطع أرجلهم، وهم يقولون وشو؟ لا ما بنترك رب موسى، خلاص حبينا. حبايب هي كلها يوم القيامة علينا حجاج، لا تقول لي نبي إمام وصي أنا عادي، لا هذه لنا نماذج حلوة. واقعاً أنتم لو وجد يعني مثلاً هذا كتاب قصص القرآن، الشيخ السبحاني أيضاً موجود، للشيخ ناصر مكارم أيضاً موجودة كتب كثيرة. إذا توجهت إلى قصة النبي موسى في كتبهم ستجد استعراض وتحليل قد يطول ويفوق كثير من الأنبياء، لأن واجد فيها قضايا وعبر وتحاليل جدا جميلة. حياة النبي موسى جميلة ومليئة بالعبر والدروس. فبالتالي لما أن جاء هذا الرجل قال يا موسى يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. زين النبي موسى نبي، لا لكنه إذا جاءني ناصح من أهل النصح عيب علي، روح 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 لا 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 عيب. إذا جاءك ناصح اشكر وتقبل. أنا بعطيك نصيحة حبيبي، لا تسوي هذا الأمر، ترى هذه سقط من شخصيات، هذا اللباس مو مناسب، صدقني مو مناسب حبيبي، أنت شخص وحلاوتك فلا يناسب شأنك مثل هذا اللباس أو مثل هذه التسريحة، عيب ما يناسب، والله ما يناسب. إذا شفت هذا اللي جاي إنك صاحب أدب صاحب أخلاق وأعطاك النصيحة كن له خاضع، أخضع إلى نصيحته. هذا مؤمن جاء ناصحا لمن؟ لنبي النبي كان يقول لا أدري 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 لا ما تكلم بهذا الكلام.
فاخرج إني لك من الناصحين. أنا أحبك، أطلع ترى ذلك جاني يأتمرون عليك، أنا أحبك. ما يقولوا ما تردد، ولا قال بل أخذ بمشورته وخرج. الشاهد أنا أريد فقط هاي طبعا موسى يذكر أنه كان له من العمر، البعض ذكر أن له من العمر يعني شاب 18-19 زايد قاصر في العشرينات في مقتبل العمر. وموسى معروف بين القوم بقوته وشجاعة جريئة. هذا لما يقول بأنه خرج من المدينة خائفا، مو أنه يسمون خوفا على نفسه، يذكر خوفا على أنه لن يحظى بتلك الإمكانيات والقدرة لبسط دين الله. وبعض الأحيان ساعات أنا يصيدني قلق، يزيد همتي وزيد حركتي، أقول ما أنا شايف أحد بذاك الإيش اللي صدق يكون له القدرة الكافية على أن يتحمل بأبناء المجتمع، يفتح المسجد، يعلمهم صلاة. يصيدني قلق، فلما أنا أهدد يصيدني قلق على هالمجتمع، راح يصير فيه. النبي موسى كان هكذا، خرج وخروجه كان إيش؟ بعد أن استرضى نصيحة الناصح، قال الآن يقتضي المقام أن أطلع، لازم أطلع. زوين بتروح في مدينة، هذه المدينة حلوة وزينة ولطيفة، وهي بعيدة، يقولون هي تعد هذه المدينة اللي هي مدين على البحر الأحمر، قريبة من البحر الأحمر. وفي ذاك الوقت البعض قال بأنها غير خاضعة لسلطنة فرعون، لسلطنة فرعون على مصر، يقولون هي خارجة. فمشى، تتصور واحد بيمشي في صحراء، يقطع صحراء، بعض قال 8 ليالي والبعض قال لا أزيد، وإنما طويت له في 8 ليالي. يقول الأرض كانت واجد تأخذ أيام، بعض قدرها ب45 يوم، ولكن طويت له والأرض فكانت 8. وكان ينام كما يصفون في البر، يعني ما في شيء يستظل في صحراء، ينام. إذن والأكل كان يقتات الحشائش، كل ويش ومن أجل ويش دين الله، الهجرة إلى الله أو بدافع إلهي، هالشكل كان موسى. ولذلك شوفوا الذين هم يخرجون في هجرتهم بدافع إلهي، وين ما يروحون في بركة. راحوا لندن سووا مسجد، راحوا نيوزيلندا سووا ماتم. كيف صار ماتم في هالأماكن؟ من مثل هذه النماذج الذين يحتذون بحذو موسى. وين يروح؟ يذكر الله. وين يروح؟ قال خلني أسوي أيامنا، أيام آبائنا وأجدادنا، وين يروح؟ عند زراعهم. قام أوقف هذا المكان مسجد.
بيت من بيوت الله. ولذلك الحين في النويدرات 8 مساجد عند بعض أو أزيد، 4 مدري كم قدم مسجد مني مسجد. كانت زرايع آبائنا هالشكل، يقول لك زراعة لا، لكن أنا وين لازم فيوقف هذه القطعة لأن تكون مسجد حتى شنه ما أبغى أصلي في أرض. شوف 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 اللي يكون دائما عملهم سعي هم حركتهم الله 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 الله. إنزين يمشي لا يقول إنزين أنا حين إذا صليت فهالأرض وهي الأرض مو مسجد، ما لي ثواب المسجد. أنا حين قاعد أفلح في لاحة عندي زراعة وقاعد والمسجد ما بروح لي، بعض الأحيان أذن وأنا فإشلون؟ قال تدري أوقف هذه الأرض جزء من الأرض أخليها وقف مسجد. إنزين فمن أنا يأذن الأذان أو قرب فمباشرة يروح يتوضأ ويصلي وبعدين يكمل الفلاحة. هي أبوتنا، هي أبوتنا إذا تحركت أقدامهم تحركت بدافع إلهي. الفلاحة لكن ما أنسى بيت الله. الحال فشكل حلا لأن يشكل بيت من بيوت الله حتى يكون يصلي في مسجد، مو يصلي في أرض زراعية من مسجد. موسى انطلق إلى مدين لبدافع إلهي، بدافع إلهي، وكان عنده تسليم. وش قال؟ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى. شوف شوف لغته، انا بروح المكان انا مدين ما نداره فهالطريق مني على في الشرق شمال ما ادري ما ادري بالضبط، انا بمشي لكن ما نداري وين بالضبط بالضبط مدين. وهي اللي يقولوا عنها منطقه زينه وتمام وبخارجه عن سلطه فرعون ما أدري، لكن أنا مطمئن بأن الله بيمشيني في الطريق الذي يحبه هو لي. هي اطمئنان يبقى اطمئنان قوي. أوكلت نفسي إليك. وش بسوي فيه يا الله؟ سوى. أنا الآن متوكل على الله. وين رايح؟ أنا والله رايح مسافر. 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 حتى أجلب لقمة العيش بروح هالبلد. أنا مطمئن بأن الله بأن في ذلك مرضات الله وأن الله. هي الاطمئنان إذا كل ما يقوى عندك وحالة التسليم تصير قوية عندك توفق في حياتك. حتى لو ما صار عندك اللي تالف إنهم دراهم معدودة ودنانير معدودة لكن فيها توفيق، فيها رضا لا فيها توفيق. ولذلك البعض يروح عمل يحصل على آلاف الدنانير، احنا نسمعها وصدق ما فيها بركة. بالله عليك واحد إذا بيكون راتب 2000 دينار نص الشهر تخلص أي بركة. واحد عنده 300-400 دينار متوكل على الله يدخل إليه شوية لوقت الحاجة الشديدة. أنا أتكلم لك عن معرفة مو أتكلم لك عن لا، أنا جبت الرقم أتكلم إليك. راتب شخص 2500 دينار أكثر أقل نص الشهر تخلص. وشاب في مقتبل العمر جاي خمس عند مبلغ يدخره له الآن جاء خمسه عرفتوني وراتب 400-450 يعني وين. شوف شلون الحبيبي هاي. فبالتالي توجه موسى راح يدور قال خلنا أتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله مشى الله بيهدي يعني فين الله راح يراويني
الطريق اللي يكون فيه صلاح لي. هنيئا لك يا موسى. وإذا بعد العناء ثمان ليالي وبعد عناء، والبعض قال أكثر من ثمان ليالي، لا كثير. وكان يأكل حشائر، والنوم إذا في صحراء يعني نوم مو مريح متعب، إلى أن وصل شاف قرائن. وصلنا إلى هذه الديرة، وإذا هناك تبتدي الآن الامتحان والعروج إلى الله من هذا الامتحان. فكان امتحانا صائبا أصابه موسى وحقق نجاحا باهرا. وش الامتحان؟ أشوف نهر وفي ما شاء الله، وكل شباب فتية قياء، وكل واحد يدخل. فالبعض قال بأن موسى لما أن وجد، يعني ما شاء الله شباب، وكل واحد ينتظر النوبة مالته، وبئر موجود ويحطون ذاك السطل. بعضهم قال احنا في اصطلاحنا مثل الدرام الكبير، عشان وقت كانوا أقوياء أشداء، فأربعة خمسة ثمانية من الشباب، لأن كل واحد عنده جرة، فإذا خلوا درام كبير في البئر فيجرونه كامل، تالي يصبون كل واحد إلى اللي عند الإناء والظرف اللي عنده الكبير كذا، خلاص يعني بضربة واحدة يقومون يصبون. فهذا كانوا يجرونه. البعض قال عشرة رجال، يعني هاي وش قد هذه يدخلونه، وش هذا من على قولتنا درام كبير داخل البئر. لاحظ في جانب أكو جمهور من ذاك الصوب ما شاء الله من الشباب، لكن أكو هناك فتيات، فنتين فتاتين قاعدين ومسترين، والغنم الغنيمات، وذين كم واحدة من الغنم هم حواليهم، وعندهم كل واحدة عندها السطل مالها أو الدلو أكيد دولاك مسافر. زين أنتون تشوفونهم يا رجال، أنتون تشوفونهم يا رجال، وهي الأدب موجودة الحمد لله في كثير من المناطق. إذا لاحظ بأن امرأة جاية قدمها، روح تفضلي، مرأة احتراما تقديرا، هم لضعفها لأنوثتها لحيائها لعفتها، تفضل. كان موسى شاف ان الامر لا هذا، وش يطلعهم دليل قوم وثلة من الشبيبة، متى يخلصون المساكين دولك ومتى يجي دورهم؟ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني قاعدين مساكين يتلفتون متى يجدون إنهم على أنهم في أشبه بالحيرة، يعني متى يجي دورنا؟ وين وبعيد. توجه إليهما قال ما خطبكما؟ أشوف كأن تحتاجون إلى مساعدة. أولاً طبعاً نحن راح نبين بس هالمقطع أقرأ. قالتا لا نسقي حتى يصبر رعاء وأبونا شيخ كبير. احنا أولاً النبي موسى أه
البعض هو هالشكل. قال بأنه إيش؟ لما التفتا توجه، ولذلك القرائن التي بعد تنبئ عن إيش؟ عن شخصية موسى وطريقة التعامل، كيف بيتعامل. وهذا الأدب ترى موجود عن كثير، شفناه من شبابنا واجد ممتاز. يعني ساعات المرأة أشوفها مثلا مسكينة تحتاج إلى مساعدة، يجي منكس راسه في حجية تفضلي تحتاجين إلى شيء، وفي واحد وجها لوجه تفضلي عند الشيء. واجد فرق الأدب، واجد فرق. يوم إحدى الفتيات يقعد هذا تدخل مسكينة بتأخذ حاجة، ها انتين فلانة بنت فلان كيف انت تشبهين فلان. لا حبيبي لا، عيب تقعد الحين وهالشكل تغرز عيونك غرز في وجه الفتاة، انت بنت فلان وجهك شابه فلان. أقول لك لا لا يا حبيبي، ما هكذا، لا تحدق النظر عيب. يعني هذا الأدب أنا لاحظت في كثير، إذا أراد أن يخاطب الفتاة ويكسر كسر نظره، يكسر النظر. تفضلي. هذا أدب متميز وممتاز في شباب كثير من شبابنا. أنا لما أتذكر في رحلتي إلى كربلاء، كان ألزم واحد، يعني واحد من الأولاد، روح ود هاي الحاجة في المكان المأكل إلى النساء. ما أن توجه إلى، وأنا لاحظت كان واقعا نوع من الأدب، ما أن توجه إلى النساء أم فلان أعطى ظهره وخلى الطاولة، قال هيك وأكلكم ومشى. عفية عليك، عفية على هالأدب. قد يقتضي أو تقتضي الضرورة بمكان، يعني بس حبيبي أقل شو حطيت الوجه بالوجه، لا ما ينبغي، يعني ما ينبغي. ليش مو ما ينبغي؟ تقول لي إشكال، أقول لك حبيبي هذه مقدمة من أنت. في بعض الأحيان هاي الألفاظ موجودة، والآن تؤلف كتب تحت هذا العنوان. في كثير من إحنا لنا تسمية، وهذا العنوان التسمية العصرية. أي عنوان؟ الإتيكيتات. يعني وش الإتيكيت؟ يعني الذوق. يعني وش؟ يعني الأدب. مشي، لكن هذا الإتيكيت مثلاً، لما أنت الحين مثلاً تسوي بعض الذوقيات، أخلي خشب، أخلي لون مني، أخلي، مو واجب إن أخلي في هذا المكان في مجلسي، لكن من أخلي إذا دخلوا الضيوف يرتاحون، واجد يرتاحون. مو واجب علي ان انا اجي واسوي الى الضيف هالشكل وبهي الكيفيه، واهلا وسهلا تفضل حياك الله، ملأت قلبي روحا وريحا. مو واجب، لكن لو قلتها واجد بيرتاح. يقولوا عنها ايش؟ الاتيكيتات او الذوقيات او الاداب. هذه تصير مقدمة خاصة اللي إيش؟ الذوقيات، الاتيكيتات، الآداب الإسلامية. إذا جسدت في علاقتك بينك أنت أيها الشاب والفتاة، واجد 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 بيصير مجتمعنا مجتمع جدا راقي. شلون؟ إذا أنا مثلا، نعم أختي تفضلي، فبيكون شنه؟ أمان لأن يأتي الشيطان فيزلقني. أمان إلى، لأن إذا نظرت في وجهها ونظرت في عينها فنظرت في عيني فابتسمت فابتسمت، خلاص سأكون واقع.
أتذكر كنت في العراق. إحنا مو متعودين. امرأة تقول بعد شبتي. لا عيب عيب بعد الأزياد. امرأة تقول لي بعد شبتي. قال لي واحد روح مكان الاتصال. كنا نبحث عن مكان الاتصالات. نبغى نتصل للبحرين الأول ما عندنا في مكان في الحوزة في اتصال، ففي مكان للاتصالات نروح ندفع فلوس. العراقية كبيرة هي، احنا كنا شباب يعني في بداية العشرين، هي كبيرة. أنا راح هي مجموعة هلا 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 بعد شبدي هلا ها ها كنا كذي زعزعنا هي وش تقول إيه يعني إيه يعني هذه الكلمة تخلي الشاب إيش بعد شبدي بعد روحي حبيبي لا تخلي الشاب يعني أنت تكون في حظيرة الشيطان. فلذلك هاي الإتكتات أو الآداب أو الذوقيات مهمة جدا أن ألتزم بها حتى أكون في مأمن عن الوقوع في الخطر. الطفل ذاك الوقت كان طفل رجال كبير الكبرى طبطبا قارئ القرآن يوم كان صغير أنا كنت موجود. هذا الطفل الطباطبائي كان عمره 5 سنوات. بتجود امرأة بتسلم عليه بتحب خده بتحب رأيه طفل. كان يغضب. أرجوكم لا تقوموا بهذا الفعل. بعدين الأب من يجي النسوان يقول رجاء أن ترى ولدي ينزعج جدا من أن إيش من أي حركة فيها لفظ أو تماس رجاء. زهل مثلا واحدة عجوز تقول هذا الولد ولدي. قالت لها لا ولد ولد ما هو ما يقبل. زين هذا اللي هذه إتيكيتات بالنسبة إلى توقيع آداب، لكن جسدها في صغر سنه فكانت له حماية حتى بل ستكون حتى خاتمته الحسنة بإذن الله تعالى. فلا تقول إلي حبيبي. فموسى توجه بأدب بالإتيكيتات بالذوقيات الرائعة فتوجه كما تصف أو يصفون فتوجه إيش لا يصفون بأنه كان إيش مطأطئ الرأس يعني من كسر الرأس. إنعم قال ما خطبكما وش فيكم تبغون فيه. قالوا ترى احنا جايين وما نحب أن نزاحم يعني الرجل. شوف المرأة شوف الفتاة صغار دلين دلين صغار فتيات صغار بنات احنا ما نحب الزحمة اللي فيها الرجال ودلين شباب ما نحب بس انتون بهالحشمة وما تحبون وجايين. فجابوا التبرير الى موسى حتى تتضح الرؤية عنده. يا موسى احنا ما عدنا اخوه ولا عدنا احد وابونا شايب كبير نبي الله شعيب. بعض قال انه هو وابونا شيخ كبير ما يقوى على ان يحمل دلو ولا يشيل ولا يجيب. يعني إيش؟ يعني إحنا في تمام العفة وما جئنا إلا للضرورة. مو بس كده العفة بتمامها إحنا جينا في الوقت اللي اقتضت الضرورة ما دخلنا في قمة الزحمة. إنزين أنت أيها الشاب وأنت أيتها الفتاة قد اقتضى الحال واقتضى الأمر أن تكون في مكان
وظيفي. المرأة تقول هذا عمل، الولد يقول هذا عمل. هاي الأريحية والمفاكهة بين الشاب والشاب ما يجوز، ضحكوا أنسوا فرحوا ما يجوز. التزمي بآداب العفة والحياء، وأنت أيضا التزم بآداب العفة والحياء. استحل المفاكهة والضحك، تجيب نكتة وأجيب نكتة وهي تجيب نكتة وأنكتة. لا، اقتضى حالي واقتضت حاجتي أن أتوجه لهذا المكان. إنزين، هذا المكان فيه وشو؟ بما يقتضيه علي مقام الضرورة. بعض الأمور، وأنا أقول للشباب، بعض الأمور عيب أن تتوجه أختك. روح أنت نجيب خبز له. يلي ما تستحي، مساكين ليلين يقولون ما عدنا أخو نتكى عليك، وأبونا مسكين ضعيف، وإنت عندك فتوة عضلات في الكورة ما شاء الله عليك، وتروح الجيم وما تستحي على وجهك. تستعين بك أختك أو تستعين بك أمك؟ أوه يلي ما تستحي. شلون؟ أردنا أن يعطينا الأدب، لو كان عندنا أخو كان رفع رأسنا، ما عندنا أخو. لو أبونا شوي فيه قوة كان ما شفنا في هالمكان. يا موسى، عرفتونا هالشكل في بيتك يا ولدي، صير رجال رجال، كن كموسى ولا تسوي فعل مشين يخدش بحياء أختك أو أمك. الحمد لله الحين بعض الوسائل وإن كانت تحتاج أيضا إلى شوية تدقيق في المعاملة، لكن الحين بعد صارت زينك شوية شوية أرحم. تضرب المرأة هرن ويطلعون لها حاجتها الدكاكين، وإن كان. بس أنا أتكلم أقول إذا كان أن الأمر بمقدور الزوج أو بمقدور الولد أو بمقدور الأخ، وهو قاعد لي مثل السنطرة. عيب 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 يا حبيبي. فلذلك قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي. ما نروح مكان اللي فيه ازدحام، ما نروح حتى يصدر الرعاء، يعني حتى ينصرفون ليلين الفتيان والشباب. عيب نروح، بتتأخرون يمكن ساعة. بننتظر بننتظر. قال إنزين، أنا أطلب منكم شنو؟ إجازة، خلوني أنا أساعدكم. أنتم بينتون وقلتون إن أبوكم شنو؟ أبوكم رجال كبير، خلوني أنا أساعدكم. أي نعم. فسقى لهما. يقولون الروايات تصف شلون سقى موسى، كيف شلون؟ البعض قال راح ذهب ووبخ الشباب هناك. عيب يا شباب، ليش هالشكل؟ من مقتضى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف راح قال ما يصير، شوفوا النساء عفيفات وانتم شباب قدموها، ما يصير كذي. هاي الحالة أشوفها واجد في كثير، ما بقول أكثر، لكن في كثير من الشباب، في كثير من المحال، وأشوفها لا الحمد لله نفس جيد موجود. ولو أن الأول واجد أقوى من الحين، أيامنا الأول واجد أقوى، بس هم لازلت في كثير من أشوف. هذه حالة حلوة، أن تنمو جدا ممتاز.
هذا البعض قال هكذا. أن بعدين شنو هم شافوا وحامل الدلو مال النساء، خلى الدلو على الأرض، لازم ينزل الدلو الكبير حتى يطلع ماي. فقال إليهم خلوني أنا أسقي هين، هذه قيل الله أنتم من تون مسوين، خلوني أدخل أنا هذا الدرام الكبير حتى شنه أعطي النساء حقهن. قالوا يا أخوة راحتك في اصطلاحنا احنا، الله الله وش قدرك انت، هذا احنا 10 أنفار يا الله انسحبه. فأرادوا أيضا تفرقوا، لكن أرادوا أن يتمظهروا على عجز موسى. وش قدرنا روح سوف أفي عليك وش بس هو. فيقولون إيش؟ دخل هذا الدلو اللي ما يطلع اللي 10 يجرونه، جره بقوته كلهم انبهروا. هذا آدمي لواش، استغربوا هذا واش. فلذلك لما قالت ديك إيه نعمة ما استأجرت، ترى أنت استأجرت يا أبوي واحد أمين وقوي، لأن شافوا قوتك. قال وش القوة اللي عنده؟ هذا البعض قال بهذه الكيفية، البعض قال بأنه لا ما راح هناك، كانت لديه القدرة والقوة الإلهية على أن إيش إيش إيش. زين إسماعيل كان يدز كذي برجائله وطلع الماء، هذه بأن إذا غرز إصبعه في الأرض أو لا، كانت تحل الكرامة أو المعجزة. فكانت هناك صخرة ضخمة لعلمه أن هناك شق، يعني موجود شق فيه أيضا شنه بئر أو ماء أو يجري. رفع الصخرة الضخمة فأظهرت القوة، كانت قوته جلية واضحة، أعطاهم بالماء بس بالتالي سقى. فسقى لهما، ما كان ينتظر واحد ساعة يصلح البنشار إن شاء الله، ها إن شاء الله في الخدمة، ها لا تبغيتين في، وهو ينتظر كان في لا 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 حبيبي عيب تنتظر شنو. فالبعض يترقب حتى بمستوى وش يترقب التلذذ ولو بالحديث والسلام والابتسامة. ولذلك تحصل البعض بل 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 ولا قالت شكرا، شكرا ما قالت، ما قالت شكرا تحقوا وش اللي حارق حمصاتك، ما قالت شكرا زين نشايله ومسوي البنشار، ما قالت شكرا. هذا مو لله، هذا ينتظر منها شيئا حتى بمستوى شكرا. موسى يقول شوف الآية ما حطت حتى فسقى لهما ثم سقى، يعني هل تقول وتالي سيدي راح ما انتظر شكرا ها لا ما في ما في ما في ما في المقدمات ما انتظرها. استغفر الله استغفر الله كثير الآن. يقصد الشيطان من وراء مساعدته، يقصد الشيطان واجد واجد قضايا الشيطان. موسى ثم تولى، مو مشاء تولى يعني راح سيدي جري من دفع، يعني سوى الخدمة ومشى
ثم تعبان مو شي سهل، هي تحتاج إلى طاقة لما أرفع صخر. أنا 8 ليالي مشي وأقتات الحشيش والمي يالله إيش أقطره في حلقي، والحين أمر بيقتضي مني هي القوة سواء دلو اللي يشيلون العشرة أو الصخرة. مسكيني بغير يرتاح، أنا الخدمة الإلهية سويتها وبعد ذلك أتوجه أبغى أرتاح. تولى إلى الظل فقال تعبان، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير، جدا حلوة جدا حلوة، من خير فقير. ما قصرت وياي، أنت اللي ما تشتغل استحلى. إيه كيف يعني هذا يشتغل؟ هذا أنا مسوي يا الله عشان هش. لا يا حبيبي، والله لو وزنت ما عندك، لو وزنت ما عندك ما كان في قباله ما يساوي. يعني صدقني بيعطونك مليون على أن يأخذون عويناتك ثنتينهم، تقبل؟ ما بيقبل أحد، ما بيقبل أحد، ما بيقبل أحد منكم. ملايين على أن يسلبونك النظر للأبد ما بتقبل. أنت شقد عندك يعني من خير؟ موسى يقول يا ربي أنت أعطيتني خير، وإيش هالقوة هالصحة هالعافية خير كثير، ولكن ببقى فقير إليك، أحتاجك، لا تهدني، لا تتركني، أحتاجك. لو تركتني طرفة عين هلكت، عنهم سلام الله عليهم، لا تتركني. أمير المؤمنين لعله في رواية يشير إليها بأن والله ما سأله موسى، يعني أنا فقير، أنا كنت هاي 8 ليالي كل أكل هالحشائش، أبغى شوية خبز أكلها. يقولون طلب إيش؟ طعاما خبز، خبز. لا لا بخير خبزت. فيقول بس بمجرد هذا الطلب إني لما أنزلت إلي من خير، تعطيتني خير لكني فقير، فقير وشو؟ فجاءه النبأ بعد ما قالوا جوه الفتيات، وباستحياء قال ترى أبوني يبغاك، فأكرمه شعيب. شلون راح؟ الشيخ أحمد يقول طولت، خلص احنا نخلص. لا 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 مرة ثانية إن شاء الله، أنا مشكلتي أطول. بس بالتالي شنو بس آخر شيء، بس بمشكل مقتضى مشى مشى. يقولون مشيت لما جاءوا الفتيات وقالوا ترى أبونا يبغاك، حق وقال يبغاك، كانوا جو باستحياء. استحياء وإيش أيضا؟ كانت المرأة مو طالعة كذي، موسى موسى قوم قوم قوم، لا مو كذي، لا مو كذي، باستحياء تمشي. وكان الأول يوصفون بأن المرأة تمشي على الحافة، حافة الطريق، ما تمشي جاية كذي كأنها صاروخ، لا على حافة الطريق تمشي. منكسر الرأس مو نفس نسوان ياخذون الدف كذي ويغطينا الوجه. استحياء استحياء استحياء. أبونا ترى يريدك. لما راح موسى كيف يقولون مشيت موسى؟ يقولون موسى المرأة كانوا، البعض قال الفتيات ما كانوا مساكين متوجهين، يعني قالوا إذا رحم الله والدك تتفضل، فبغوا يتقدمون. طلب منهم لا، خلوني أنا أتقدم. والبعض يقول أخذوا حص، قال أخذوا علمهم الأدب الاتيكيتات،
قال له خذوا الحصى أي مكان يمين يسار كذا افلتوا الحصى جهة اليمين بتوجه يمين مستقيم بتوجه مستقيم يسار بتوجه بالحصيات. هي أولي الأدب. زي أنا ما بسوي بالحصيات أو بهالكيفية بس لازم أني أحلى أدب ممكن إنجازه لا أتخلى عني يا حبايب صدقوني ما بصير مصيدة للشيطان بصير قوي لا أتخلى عني إذا في عمل أحلى أدب فقط فيما يقتضيه المقام أتعامل أتعامل وبس لا تسوون التفتوا نسأل الله أن نوفق إن شاء الله مرة ثانية أن نطرح مثل هذا الموضوع تتم إليه ولكن نأمل من الأحبة من الأعزاء الكرام خاصة ونحن في مجتمع في كل يمين يسار مستقيم فوق تحت نساء اختلاط لا أن نتعامل بالآداب التي يطرحها ديننا الحنيف ويجسدها الأنبياء والأوصياء والأتقياء في التعاطي خاصة مع الجنس الآخر سائلين المولى عز وجل أن نكون وإياكم من أهل التوفيق إلهي آمين يا رب العالمين وأفلح من صلى على محمد وآل محمد.